قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي الأعزاء، السيدات السادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا أحلى جمهور وأحلى احتفالية، مظهر يبعث بالأمل والحيوية. نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويوفق الجهود المخلصة التي ترعى هؤلاء المبدعين الصغار الذين سيكونون علماء وقادة وأمل لهذا البلد العزيز. ابتداءً أسجل عظيم الشكر والامتنان لمركز التنمية والإبداع لجهوده الذاتية، لكل الأخوة والأخوات في هذا المركز الذي تشرفنا بلقائه قبل مدة واطلعنا على ما تحقق من عمل وجهد ومثابرة وإخلاص. استوعبت أكثر من 40,000 تلميذ في تدريب وتطوير مهاراتهم في الحساب الذهني والرياضيات وبرامج الذاكرة، فهذا جهد كبير بإمكانيات ذاتية لواحدة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يحتم علينا أن نحتضن هذه المنظمات وأن نمد لها كل أسباب الدعم والمساعدة. طبعاً هذا الجهد هو اللي مكن أبنائنا من حصد مواقع متقدمة في البطولات العالمية للحساب الذهني. اليوم احنا امام هذا المشهد الرائع اللي يمثل مفخرة لبلدنا العزيز. عرف عن العراق بان ابنائه في كل في داخل البلد وخارج البلد هم من القادة والمبدعين والذين يعملون على إدارة مؤسسات في مختلف التخصصات، وكانوا جزءاً مهماً من عملية التطور والبناء التي حصلت في كثير من البلدان. وآن الأوان أن يكون البناء هنا في العراق من خلال رعاية الدولة. حكومتنا مثلما تفكر بكل البرامج والقطاعات الخدمية والمعيشية والاقتصادية والإصلاح الإداري والأمني، لكننا نضع قطاع التربية والتعليم في مقدمة أولوياتنا، وهذا ليس شعاراً وإنما برنامجاً واضحاً بدأنا به منذ الأيام الأولى وفي أكثر من نشاط ومشروع ما يتعلق بالتربية والبنى التحتية وتطوير آليات عمل الوزارة لتقديم الخدمة وتوفير المستلزمات لإدامة هذه العملية وزيادة كفاءتها، وكذلك على مستوى التعليم العالي، وما مبادرة ابتعاث 5,000 طالب لجامعات وكليات عالمية معروفة وتخصصات نوعية إلا عنوان أو ترجمة حقيقية لهذا التوجه الذي نبغي من وراء الاستفادة من رأس المال البشري في العراق، وهو واحد من أهم عناصر قوة الشعب العراقي. إقرار الاستراتيجية التي سوف تمتد للتربية والتعليم التي سوف تمتد لعام 2031 وما تمثله من خارطة الطريق للنهوض بهذا الواقع، أيضاً واحدة من الخطوات
المهمة التي نعول عليها كثيراً للنهوض بالتعليم وجودته وكفاءته. نحتاج هذه البرامج وهذه المبادرات، وسوف تجد من الحكومة كل الدعم والإسناد. وحضورنا اليوم مع السيدات الوزراء والنواب والسلك الدبلوماسي وكل الحاضرين إلا هو تأكيد لهذه المبادرة من هذه المؤسسة، مؤسسات المجتمع المدني. أيضاً لابد لنا أن نثمن جهد عوائل التلاميذ والطلبة ورعايتهم واهتمامهم بهذا الجانب، من حيث ما لدى أبنائهم من مهارات وتطويرها وصقلها، سواء كان في الجهد داخل البيت أو من خلال التعليم والتواصل مع المؤسسات التربوية والمؤسسات المعنية. يبقى أيضاً العامل الأساسي في مؤسساتنا الرسمية في كيفية النهوض بتطوير قابليات وقدرات المؤسسة التربوية لتتمكن من النهوض واكتشاف هذه المواهب ورعايتها وتوجيهها بالمسار الصحيح. نحن أمام هذه البراعم التي ستنتقل إلى مدارس المتميزين والموهوبين، ومن ثم الابتعاث لنكون أمام الثمرة، ثمرة حصولنا على علماء وقادة سيبنون العراق في عصر متطور بشكل سريع، يحتاج منا إلى التخطيط السليم لاستثمار هذه الثروة البشرية. وهذا بالتأكيد يعزز الثقة بالتعليم ومحاربة لكل ملامح التردي التي قد تحصل خلال العمل. دعماً لهذه المبادرة وهذا العمل، سوف نطلق مبادرة مجانية لشمول 2000 تلميذ من الأيتام وأبناء الشهداء والعوائل المتعففة من المدارس الحكومية، بغية استفادة أكبر شريحة ممكنة من البرامج الإبداعية واكتشاف المواهب العلمية لأبناء العوائل المتعففة والفقيرة. وسوف تستمر هذه المبادرات دعماً لهذا المركز ولكل المؤسسات ضمن هذا الاتجاه. أكرر شكري الجزيل للمركز والعوائل ولكل المؤسسات الداعمة، وأيضاً شكري للأساتذة الذين سوف يشرفون على هذه البطولة الوطنية الرابعة للحساب الذهني، مع تمنياتي لأبنائنا الأعزاء بالتوفيق الدائم والإبداع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.